أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجمع بيننا وبينه يوم القيامة في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، لابد للواحد منا دائما وأبدا أن يجلس في مجلس يستريح فيه. لا أقصد الراحة البدنية، فالراحة البدنية تحققها بالنوم، بالاستراحة، بالاستلقاء، بالطعام، بالشراب، أو حتى بالتنزه. ولكن هنالك راحة من نوع آخر، إنها راحة الروح، إنها راحة القلب، إنها راحة النفس. وهذه الراحة لا يمكن أن تجدها إلا هنا، أقصد في مجالس الإيمان. وهذه الراحة لا يمكن أن تجدها إلا عندما تسمع الكلام الذي الله جل جلاله جعله سببا للراحة. فالقلب مخلوق، والروح مخلوق، والنفس مخلوق، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء جل جلاله. فنسأله جل جلاله في هذا المجلس المبارك أن يقلب قلبي وقلب إخواني وأخواتي وقلب من يسمعنا على طاعته، وأن يرزقنا جل جلاله بعد هذه الدقائق القليلة وهذا المجلس شيئا من الإيمان، وأن يكرمنا جل جلاله بالأنوار وبالفهم بعد العلم ثم بالتطبيق والتبليغ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، اليقين على الموت، وعندما أقول اليقين على الموت، التأكد والتذكر الدائم أن الموت لا مفر منه، وأن الموت بين عيني يطاردني دائما، قد يدركني في أي يوم وفي أي لحظة وفي أي وقت. وكما نعلم جميعا أن الموت أيها الأحبة في الله ليس له شروط معينة، فلا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا شابا ولا شيبا ولا ذكرا ولا أنثى ولا غنيا ولا فقيرا ولا عربيا ولا عجبيا ولا عالما ولا أميا ولا مريضا ولا صحيحا، بل على العكس، كم من صحيح مات بلا علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. تزود بالتقى فإنك لا تدري، إن جنى ليل أن تعيش للفجر. فالموت أمر لا يعرف وقته أحد،
ولكنه أمر غيبي، ولكنه أمر ننساه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما صح عنه: أكثروا من ذكر هادم اللذات. أكثروا والإكثار لابد أن يكون بالاستمرار، من ذكر أن تتذكر من خلال السماع من خلال الكلام. أكثروا من ذكر هادم اللذات، هادم للذات المتخيلة في الدنيا، هادم للأماني والأحلام. كان لنا جارة سبحان الله في هذا الحي من أكثر من 10 سنوات، توفيت قبل عرسها بما يقارب 2 أسبوع، وأنا كنت أرى الأب والأم والعائلة سنة كاملة من التجهيز والتحضير والترتيب وشراء الأغراض وشراء جهاز العرس. كانت طالبة في الجامعة وكانت في آخر أيام الجامعة وعائدة من بيروت، صار الحادث على أول صيدة سبحان الله فماتت مباشرة. أكثروا من ذكر هادم اللذات، حتى أي شيء تتفكر فيه، أي شيء تخطط له، أي شيء تحلم به، تعلم أنه ليس متيقن، تحطه تحت دائرة الاحتمال. الليلة شو قررت تعمل بعد تطلع من المسجد بعد العشاء؟ لازم تحطه تحت دائرة الاحتمال. يا مرة أنا راجع بعد العشاء على البيت أسوي كذا وكذا، يا الموظف بكرة زبطه كذا وكذا، تحت دائرة الاحتمال. وهذا لابد أن تربي عليه من حولك. شنيك بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لنا أنه ما من مؤمن، فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما من مؤمن، أي مؤمن حقيقي الإيمان، يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه. ليه؟ لأنه متيقن على الموت. فلان بده مني وفلان بدي منه، وأوصي كذا بكذا وأوصي كذا بكذا، وبجددها دائما، وصية جاهزة. احنا اليوم متى تكتب الوصية؟ 80s 90s، قبل لحظات الموت. تعوا يا ولادي وصوا، وإذا لحق. وكم من إنسان يكتشف عليه أمور وحاجات بعد موته بأيام وأشهر وسنوات. وكما نعلم جميعا أن الميت، بل الشهيد معلق عن دخول الجنة وعن نيل رضوان الله جل جلاله ومغفرة الله جل جلاله بسبب دين مثلا. هذه من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس في الوصية، دين لا يعرفه الناس، لم يخبر به أحد، يموت ويبقى معلق في دينه. لذلك كل الأمور التي هي زائدة عن الحال المستقبل الذي أنا فيه، لابد أن دائما أربي نفسي أن أتعامل معها تحت دائرة الاحتمال. محتمل بكرة جاي، ممكن إن شاء الله، الله أعلم، بكرة بدي أعمل إن شاء الله. عشان هيك في القرآن الكريم إيش ربنا تعالى قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب يا شيخ نسينا، واذكر ربك إذا نسيت. موضوع مهم، لا تقل لشيء أنك ستفعله غدا وما يدرك، لعلك لا تدركه والموت يلحقك. فالموت لا يغير مكانا ولا زمانا أمر به. لذلك مما ورد في الإسرائيليات في الأخبار عن الأقوام السابقة أن نبي الله سليمان عليه السلام كان صاحب عرش،
وكما نعلم جميعا أنه كان ملكا، وكان عنده الخدم والحشم، وكان يتعامل مع الجن ومع الإنس، وكان في مجلسه علية القوم والوزراء، وكان الجن يزورون سليمان عليه السلام، وكان يتكلم معهم ويكلمهم ويكلمونه. وفي هذا المجلس كان أحد الضيوف يحدق النظر بأحد الوزراء في مجلس سليمان، كل المجلس وهذا الضيف يحدق النظر في هذا الوزير. بعد فترة هذا الضيف يستأذن من سليمان عليه السلام ثم يمشي، فيقول هذا الوزير لسليمان عليه السلام: من هذا الذي كان ينظر إليه؟ هذا مين؟ كل المجلس عم يطلع فيه. فقال سليمان عليه السلام: هذا ملك الموت. مين؟ قال له: مين؟ ملك الموت؟ كان عم يطلع فيه كل وقت. فقال: يا سليمان، إن الله تعالى قد هيأ لك بساط الريح، فأمر الريح أن تحملني إلى بلد بعيد. مسكين، هذا موضوع ملك الموت ما خص بلد بعيد والبلد قريب. فسليمان عليه السلام ضحك، قال: لك هذا. سليمان عليه السلام كان في فلسطين، قال: فأمر به أن يحمل إلى الهند. بعد فترة إذا بملك الموت يأتي لسليمان عليه السلام يزوره، فقال سليمان: يا ملك الموت، شو بدك مع الوزير؟ طلع فيه كل الوقت. ما ونقل له الخبر كما ورد في الخبر. فقال: يا سليمان، رأيت منه أمرا عجبا. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله جل جلاله أمرني أن أقبض روحه وهو في الهند في هذا اليوم، فاستغربت كيف يجلس عندك، ولكن عندما حان الوقت استأذنت ومشيت، فكنت في المكان الذي أمرني به، فإذا هو كائن بين يدي، فقبضت روحه. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل جلاله: فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذا أيها الأحبة في الله، حتى يصبح عندي يقين لابد أن أكثر من السماع والكلام فيه إكثار. سامحوني أجلس وأنا طالب صادق، الذي يحضر هذه المجالس وليس عنده طلب صادق لا يستفيد. طلب صادق من قلبه يقول: يا ربي، أنا أعلم نفسي، أنا قبل ما أتي للمسجد كنت مشغول بالأعمال والأشغال والبيع والشراء والزوجة والولد والبيت والمشاكل والهموم اللي عم بتمر، فيا ربي أنا جئت أسمع حتى تدخل أنت في قلبي اليقين عليك واليقين على الموت، حتى أحضر نفسي لهذا اليوم ولتلك الليلة. لأنه كما يقول دائما أيها الأحبة في الله: الجميع يجلس، أنا وأنتم، ولكن كم أنا وأنت تستفيد؟ هذا عند الله، هذا رزق. الاستفادة من هذه المجالس يا إخواني في الله رزق، والله تعالى يقسم الرزق لمن يشاء كيفما يشاء. قد يقوم إنسان من هذا المجلس تتغير حياته، قد يقوم إنسان من هذا المجلس لم يستفد شيئا، هذا رزق. فنسأله جل جلاله أن يرزقنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. هذه الليلة المحتومة المحتمة التي لا فرار منها، والتي كل الناس مجربها وسيصل إليها، كما قال الشاعر: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الدار ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت لها، وإلا والعياذ بالله فالنار. فهذه الدار اللي بالعالم اللي نحن عايشين فيه حجمها مترين بمتر، ولكن هي في الحقيقة أمر آخر،
ويفصل بيننا وبين الأمر الآخر ما يسمى بالبرزخ. وهذا البرزخ يفصل العالم الأول عن العالم الثاني فصلا كاملا تاما. لذلك علماء البحر وعلماء الجيولوجيا قالوا، وهذا مصداقا لقول الله جل جلاله في القرآن، بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغي من كان دون هذا البرزخ من ماء على الماء الآخر. وقال بعض العلماء أن السمك والحيوانات والمخلوقات التي تعيش في هذا القسم من البحر تختلف عن الحيوانات والأسماك والمخلوقات التي تعيش في القسم الآخر، بل طبيعة الماء، بل كثافة الماء، بل حرارة الماء، ما بين حرارة وبرودة وكثافة، هذا ينفصل عن ذاك. وبينهما شيء لا تراه، ممكن تكون أنت واقف في البحر وجزء من بدنك في هذا القسم وجزء من بدنك الآخر في القسم الثاني وأنت في البرزخ، ولكن البرزخ فاصل لهذا عن ذاك. والبرزخ حقيقة هو الموت. إذا جاء الموت أول ما تخرج الروح فأنت في عالم البرزخ، فأنت انتقلت من حياة إلى حياة أخرى، مواصفات هذه الحياة تختلف كليا عن الحياة التي كنت تعيش فيها، مراحل حياة أخرى. كيف الجنين عندما يكون في بطن أمه مختلف كليا، يعيش في الماء، طريقة الطعام، الغذاء، خروج الفضلات، كل شيء يختلف عند أول لحظة خروج للدنيا. وكذلك الإنسان عند أول لحظة خروج من الدنيا الحقيقي يختلف كليا، وهذا لم نره نحن بأعيننا، نقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وسمعنا أخبارا تؤكد ما نقل لنا. لكن أمور العقائد وأمور الغيبيات لا تبنى على أخبار الناس، إنما يستأنس بالأخبار. اللي يقول لك مثلا يروى، وهذا ارجعوا إن شئتم إلى كتاب أهوال القبور لابن رجب الحنبلي رحمه الله وغيره، لتجدون عجبا عجابا من أخبار السلف والتابعين وتابع التابعين وغيرهم إلى زمننا هذا، من أخبار تسمعها من أناس عن أهوال القبور، يقول لك رحت بالليل سمعت صوت، رأيت حرارة، رأيت نار، اضطررنا لإعادة نبش القبر فوجدنا مناظر عجيبة سيئة أو حسنة. هذا كله موجود ويكاد يبلغ درجة التواتر فيما نقل عند الناس، ولكن هذا كله يستأنس به فيما نقله لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الحبة في الله أخبرنا عدة أخبار عن هذا. أولا أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن للموت سكرات. وما معنى سكرات؟ جمع سكر. وشو هو السكر؟ غياب العقل. ولغياب العقل أسباب، ومن أعظم أسباب غياب العقل الألم. الألم، فالألم قد يبلغ من المرء مبلغا ينسيه ويفقده عقله. بصير الإنسان أحيانا بالمستشفيات بصير يتكلم مش واعي، بعدين بقول له أنت قلت هيك، بقول له أنا ما كنت واعي، كنت عم بتألم ألم شديد ما كنت واعي شو قلت. هذه اسمها سكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح كان يضع بجانبه ماء، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تأخذ من الماء وتضع على رأسه ويقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هذه اللحظات الأخيرة قبل الخروج من الدنيا والانتقال من الآخرة. ما مراد هذه السكرات؟ هذه السكرات اللي حنشوف في عنا عدة أمور يشترك فيها المسلم والكافر والمؤمن والمنافق، ولكن نوعيتها تختلف. مثل مثلا ضمة القبر، سنصل لها الآن. ضمة القبر لم ينفذ ولن ينجو منها أحد، ولكن تختلف من إنسان إلى إنسان. طب سكرات الموت ما مقصودها؟ سكرات الموت مقصودها إنهاء جميع الخطايا
للمؤمن قبل الذهاب من الدنيا، لأنه كما نعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال لنا: ما يشاك المؤمن من شوكة إلا كفر الله تعالى بها من سيئاته. من وعك في سبيل الله، من آلمه رأسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل وعظم وأجر من يتألم، من يكلم، من يشاك شوكة كثيرة. فالموت عند اللحظات الأخيرة تأتي عليه أوجاع، سكرات شديدة حتى تمحى الخطايا، فيخرج المرء من الدنيا طاهر ليس عليه شيء. فالسكرات الموت من رحمة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه ذنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالمقابل نفس السكرات بالنسبة للكافر والمنافق تكون تحضيرا للألم. ويا أحبتي في الله، لابد أن نعلم أن كل أوجاع الدنيا، كل أوجاع الدنيا لا تساوي ذرة أمام أوجاع القبر، وكل أوجاع القبر وآلام القبر لا تساوي ذرة أمام آلام وأوجاع النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه اللحظات هي لحظات خروج الروح التي أخبر الله جل جلاله عنها في القرآن الكريم، فقال في سورة المدثر: حتى إذا بلغت التراق، هذه الترقوة، الحنجرة، شو هي اللي بلغت التراق؟ الروح. حتى إذا بلغت التراق، كيف تبلغ التراق؟ من أين يبدأ خروج الروح؟ يبدأ خروج الروح من الأسفل، من أصابع القدم، ثم تبدأ الروح تخرج من البدن شيئا فشيئا، وكلما خرجت من عضو سكن وهمد وبرد حتى تبلغ الترقوة. فإذا بلغت الترقوة غرغر الميت. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يغفر للمرء ما لم يغرغر. إيش يعني يغرغر؟ أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا غرغر وأراد أن يتوب ولو لم تخرج روحه بعد، ولو نطق بالتوبة لا تقبل منه. وذلك كما أخبر عنه جل جلاله في سورة يونس عمن؟ عن فرعون: حتى إذا أدركه الموت قال، يعني هو الموت فيه ولكنه بعد بيقدر يتكلم، قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي الحديث في التفسير ذكر ذلك ابن كثير وغيره أن جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد، جاي خبر قصة، لو تشوفني يا رسول الله شو عم بعمل؟ ما بك يا جبريل؟ قال: لو رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا يا إخوان على الحبيب عليه الصلاة والسلام، إذا سمعت هذه فرصة تقعد ساعة بالمسجد بتصلي لك 100 مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تكونوا بخلاء، البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ التراب وأضعه في في فرعون حتى لا ينطق بها. قال: لما يا جبريل؟ قال: لما أعلم من رحمة الله جل جلاله بخلقه. خايف يقول فرعون أدم جبريل، يعني مليان قلبه من فرعون، ناطر اللحظة يتعذب فيها. فسمعوا بدي يقول آمنت، فبلش ياخذ تراب ويحط في فمه حتى لا ينطق بها. قال: لما؟ قال: لأني أعلم رحمة الله أنها قد تبلغه. فلذلك المرء عند سكرات الموت تبدأ الروح تتحرك منه وتبدأ بالخروج وتصل إلى التراق. قال جل جلاله: وقيل من راق. اللي حوله في حدا يرقيه، في حدا يقرأ عليه، في حدا يعطيه دواء. وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق. لذلك تجد المرء عند خروج الروح تجتمع أضاؤه إلى ربك يومئذ المساق، في مسار لهذه الروح. ما هو هذا المسار؟ أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن البراء بن عازم حماد بن سلمة وغيرها من الروايات الصحيحة في بيان حالة الموت. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة على القبر يدفن أحد أصحابه من الأنصار، فأخذ عودا وأخذ ينكت الأرض صلى الله عليه وسلم، ثم بكى، ثم نظر إلى أصحابه وقال: لمثل هذا اليوم فأعدوا. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه رضي الله عنهم حال الليلة الأولى من ليالي القبر بدءا من خروج الروح. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا، إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، جاء ملك الموت وجاءت معه الملائكة، لأنه ملك الموت أي الحبة في الله ما بيجي وحده، معه جنود ومرافقين. يعني قد ورد في بعض الآثار أن أعدادهم قد تصل للآلاف. تخيل أنت تكون وحدك وفجأة يدخل عليك 10، مش حاول لك أكثر، 10 سود ملثمين بالأسلحة يدخلوا عليك. سمع أقول لك شو صار فيك، بس عم يحكي قلبيا، شو صار فيك، إيش صار بقلبك، صار بخفقان القلب. تخيل هذا المنظر ولكن بالآلاف، أنت تنقطع لأن البرزخ قد بدأ، فتنقطع عن رؤية من حولك. وتجد المرء عند سكرات الموت دائما، أغلب الناس عند الموت كيف يكون بصره؟ الأعلى. لما؟ قال لأنه يتبع الروح، فإذا خرجت الروح من الأسفل وبدأت تخرج فتصل إلى الترقوة ثم إلى عينيه ثم تخرج فيتبعها النظر. لذلك سن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نفعل بالميت ماذا؟ أن نغمض عينيه، أن نغمض عينيه. يبدأ الآن هو يرى، هو من قطع بصره، ولكنه انقطع عن بصر ما أنت تراه، هو يبدأ يرى شيء أنت لا تراه. يبدأ يرى الملائكة، وقلنا أظن في الأسبوع الماضي أو اللي قبله الرجل الذي مر كنا ندفن أمه وصار يحكي له، وهو مما أحسبه من أهل الثقة والصادقين، أقسم بالله أنه عند خروج الروح صارت أمه تنادي: تفضلوا تفضلوا، بالعمية تقول له: تفضلوا تفضلوا، فوتوا فوتوا. هو يطلع: أمه مين؟ ما فيش حدا يمي على الباب. تقول له: يا عم بلا، فوتوا فوتوا تفضلوا. وهذا لا يقوله المرء إلا إذا رأى إنسانا أو إذا رأى أحدا منظره حسن ووجهه حسن وشكله حسن ورائحته حسنة، ويستبشر برؤيته ويفرح لمنظره، فإذا رآه دعاه وناداه حتى يدخل إليه ويجلس معه. فيخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يأتي ومعه الملائكة بالمئات والألاف، أشكالهم واحد من اثنين: إما سود بلباس من نار بروائح كريهة منتنة بأشكال مخيفة عجيبة، وإما بأشكال رائعة تفتح النفس وتخفف عن ألمها، وبرائحة جميلة ولباس أبيض. فإذا جاء الوقت الذي أمر ملك الموت أن يقبض فيه الروح، قال فينزعها. نزع الروح أيها الحبة في الله واحد من اثنين. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا كان من أهل الإيمان من أهل الجنة فإن ملك الموت ينزع منه الروح كما تنزل القطرة من في السقاء. إذا بتجيب إبريق مي وبتصب منه الماء، بضل في قطرة على رأس الإبريق، فتنزل هذه القطرة بكل سهولة فلا تشعر بها. فإذن ربنا جل جلاله يخفف على المؤمن خروج الروح، فتخرج منه الروح كالقطرة التي تتساقط من في السقاء. وقال عليه الصلاة والسلام في المقلب الآخر أن الكافر أو المنافق، نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة، يخرج ملك الموت منه الروح كالشوك الذي زرع، الذي وضع في القطن المبلل. قال فتنزع الشوك، ينزع الشوك ويمزق ما حوله من قطن، هكذا تنزع الروح وكأنها تمزق البدن وتمزق اللحم
والعظام والدم والشرايين، ولا يعلم هذا إلا الله جل جلاله. وهذا حق وهذا واقع. شنيك ربنا تعالى إيش قال يا إخواني في الله عن الغيبيات؟ قال بل هم عنها عمون. إيش اللي شغلنا عن هذا الأمر الذي أنا وأنت واحد من اثنين من هؤلاء؟ إن شاء الله جميعا نكون من أهل الصنف الأول، أهل الإيمان، ولكن قطعا واحد من هؤلاء. كم مرة تفكرت بهذا؟ كم مرة سألت نفسي أنا كيف ستكون خروج روحي؟ كيف ستكون خروج روح زوجتي، أمي، أبي، أولادي؟ كيف؟ بأي حالة؟ قال فما إن تكون الروح بين يدي ملك الموت حتى لا يتركوها معه لحظة. قال فإن كان من أهل الإيمان أخذوها ووضعوها في ثياب من الجنة. الروح الله أعلم بماهيتها، ولكن توضع بثياب من الجنة وتعطر بعطر من الجنة، ويحملها ملائكة الجنة، ثم يعرجون بها إلى السماوات فيطرقون باب السماء الأولى فتعف رائحة جميلة، فيقول أهل السماء الأولى روح من هذه؟ فيقال روح العبد الصالح فلان، اسم معروف عند أهل السماء، فتفتح له السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم يقول الملك جل جلاله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، أسكنوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، ويفتح له طاقة من الجنة يرى منها بيته ومنزله في الجنة. وعلى العكس إذا كان من أهل الجحيم، نسأل الله العفو والعافية، تأخذه ملائكة الجحيم ثم يضعونه بثياب من نار ويأخذونه، فتطرق أبواب السماوات، فقال جل جلاله فلا تفتح لهم أبواب السماء، ما حدا يفتح له الباب، لا يفتح له الباب. السماوات غضبت عليه، والأرض غضبت عليه، والملائكة غضبان عليه، وملك الموت غضبان عليه، وكل المخلوقات غضبت عليه، حتى الأرض غضبان عليه، لأنه أغضب الملك. لطالما مشى على الأرض مغضبا لله، يسب ويشتم، يؤذي ويكفر، يغتاب وينم، يكذب ويفتري، ويتكلم هنا وهناك، ينظر إلى هذه وتلك، وتنظر إلى هذا وذاك، يسمع الحرام ويأكل الحرام، لا يعجبه الحلال ولا يعجبه الدين، يمشي على رأيه وهواه، المهم أن يرضي نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أغضب الملك، فالآن كل المخلوقات غضبان عليه. قال فتؤمر الملائكة ثم تنزل الروح كالطير يهوي في السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم يقول جل جلاله اكتب كتاب عبدي في سجين، ألبسوه من النار، أسكنوه من النار، افتحوا له طاقة من النار يرى فيها مكانه من النار. يحمل العبد بعد الغسيل والتكفين، وطبعا هنالك أناس لا يغسلوا ولا يكفنوا، واحد من اثنين، إما شهيد فهذا يبقى أثر الدم عليه ويبعث عليه يوم القيامة، ما من شهيد يكلم، ما من مسلم يكلم في سبيل الله كلما إلا جاء الكلم يوم القيامة، الكلم يعني الجرح، إلا جاء الكلم يوم القيامة. قال اللون دمه، لون دمه، اللون لون دم، والريح ريح مسك، يأتي يوم القيامة بدمه. والعياذ بالله. قال الفقهاء وقال العلماء أن تارك الصلاة جحودا وعدم رضا بها وبوجوبها كذلك يرمى في الصحراء ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن. هذا لا يغسل الأول والثاني لا يغسل، ولكن شتان ما بين هذا وذاك. فإذا حمل على الأكتاف ومشى به أهله فهو واحد من اثنين. الله جل جلاله كما قلنا فتح له الآن منظر آخر غير المنظر الذي نحن نراه، فإما يقول عجلوني عجلوني،
أنا من من منذ زمان أنتظر هذا الموقف، قدموني إلى هذا المكان، قدموني إلى الجنان. وإما والعياذ بالله أن يرى المصير من النار فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن من يقول ذاك: يا ويلها أين تذهبون بها؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسمع صوته كل شيء إلا الثقلان الجن والإنس، ولو سمعوه لماتوا من صوته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يوضع في القبر ويوضع عليه اللحد ويوضع عليه التراب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يسمع. وهذا ما عليه كثير من العلماء، هذه مسألة خلافية، ومن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، من أجمل ما كتب عن الروح في هذا الكتاب، وذكر خلاف الفقهاء فيه، ولكن الأغلب من العلماء على أن الميت يسمع من هم خارج القبر. قال عليه الصلاة والسلام: فيسمع قرع نعالهم، أي يسمع صوت النعال عندما يمشون وهم ذاهبون بعدما يدفنونه، فيسمع قرع نعالهم. قال: فيكون القرآن عند رأسه. أين أهل القرآن؟ هنيئا لأهل القرآن. فيكون القرآن عند رأسه، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شغال بالقرآن بتحسه اختنق، إذا ما قرأ كل يوم ورد من القرآن اختنق بموت، اختنق إذا ما راجع ورده، اختنق إذا ما سمع على الشيخ الذي يسمع عليه، اختنق إذا ما تدبر قرآن حياته روحه. اجعل القرآن ربيع قلبي، أي الماء الذي تنبت به القلب. قال: ويكون الصيام، هذا الحديث في مسند أحمد سند صحيح، قال: ويكون الصيام عن يمينه، وتكون الزكاة عن يساره، قال: وتكون أعمال الخير أمام قدميه، البر، صلاة الأرحام، الدعوة إلى الله، طلب العلم، غير ذلك كله أمام قدمي. قال: فيأتيه ملكان. قال عليه الصلاة والسلام، قال: فيخيل إليه، فيقال له اجلس، قبل ما يجي يتكلم معه قال: فيأتيانه من عند رأسه، فيقول القرآن، اللي هو عند مكان الرأس، فيقول القرآن: لا مدخل من عندي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما فيكم تجوا من هالميلة، أنا حميه. فيأتي من قبل يمينه فيقول الصيام: لا مدخل من عندي. فيؤتى من قبل شماله فتقول الزكاة: لا مدخل من عندي. من القصص التي ذكرها ابن رجب في كتاب أهوال القبور أن رجلا دفن أختا له، وعند دفنها، بعد دفنها، تبين أن شيئا من حاجاته وقع في القبر، فعاد بعد ساعتين، فأراد أن يعني يخرج ما في القبر أو يبعد اللحد، قال: فسمع صوت أخيه وصار يبكي بكاء شديد ويقول: كنت أصلي، كنت أصوم، وهذا تفاجأ صوت أخيه، فأسرع فنظر فإذا بلجام من نار حول رقبته ويسمع صوته يصرخ، صوته يصرخ. قال: فمد يده فإذا بيدي قد احترقت، ثم أعاد اللحد فعاد إلى أمه وسألها، قالت: إن أخاك كان تاركا للزكاة. وهذا كما قال الله جل جلاله: يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. اللي بخل عن إخراج زكاة ماله وعاد يتحايل على الشرع، وساعة بيطلع يمين وساعة بيطلع شمال وساعة ما بيطلع، هذا يطوق به من نار يوم القيامة. قال: فيأتيه من أمام قدميه فتقول: أعمال البر لا مدخل من عندي. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيخيل إليه بأن الشمس قد مالت إلى الغروب. فيأتيه الملكان فيقولان له اجلس. قال: فيجلس.
يجلس يجلس حقيقة. وهذا إن كنت أنت ترى عند الدفن أن اللحد قريب من الرأس، هذا أنت برؤيتك، ولكن حقيقة أمر جدا مختلف أنت لا تعلمه، رؤية مختلفة كليا. فيجلس فيقول الملكان: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فينظر إلى الشمس فماذا يقول؟ دعوني أصلي. فيقول للملائكة: دعوني أصلي. قبل ما بدي جاوبكم بدي صلي العصر. فتقول الملائكة: إنك ستفعل، ما تخاف، هذا الذي عاش على الحرص على الصلوات، هذا الذي عاش على الخوف مش تفوت الصلاة تتأخر الصلاة، هذا الذي ما رضي أن يصلي قبل دخول وقت الصلاة الأخرى بخمس دقائق، هذا الذي ما رضي أن يكون في شيء ويسمع الأذان ويبقى فيه، هذا هو في القبر، هذا حاله في أول ليلة تحت التراب. فيقول: دعوني أصلي. فهو يطلب وهم يقولون له: إنك ستفعل. طيب نعم، ماذا تريدون؟ قال: ماذا تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ قال: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقته، يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال له: صدقت وبررت، عشت على هذا ومت على هذا. هذا الحديث يا إخواني غير الحديث اللي بنعرفه اللي: من ربك وما دينك وما نبيك، بقول الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، والتاني بقول ها ها لا أدري. هذا مسلم وكافر، كافر بقول ها ها لا أدري لا أدري لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا علمت. يؤمر به فيضرب بمرزبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ويخصف به في الأرض 70 ذراعا. ولكن الحديث الذي يتكلم عنه هذا الحديث بين المسلم المؤمن والمسلم غير المؤمن. المسلم غير المؤمن عندما يأتيانه فيقولان له: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ فماذا يقول غير رواية ها ها لا أدري؟ ماذا يقول؟ قال: كنت أقول كما يقول الناس. مسلم بس ما بيعرف شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كنت أسمع المشايخ، كنت أسمع صاحب ملتزم، كنت أسمع أهلي، كنت أسمع أم وبي، بس أنا ما بعرف شيء. ليه؟ وين كنت؟ ما الذي شغلك؟ ما الذي ألهاك؟ لا تعرف شيئا عن حبيبك؟ تعرفوا يا إخواني في الله أنه أكثر من 95% من أمي لا تعرفوا أسماء زوجات النبي، ولا أسماء بنات النبي، ولا أسماء أبناء النبي، ولا عمر النبي، ولا كم مرة حج النبي، ولا كيف كان شكل النبي، ولا كيف كانت صورة النبي، ولا شيء عن رسول الله عليه السلام. فيقول: كنت أقول كما يقول الناس. أنا ما بعرف، كنت أسمع وأحكي مثل الناس ولا أعرف شيئا عن ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: فتقول الملائكة: صدقت، فعلا عشت على هذا ومت على هذا. ثم بالحال الأولى الذي قال دعوني أصلي بس يجاوبون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: صدقت وبررت. فتقول الملائكة: الآن القبر هو واحد للجميع، بس بعد هذا السؤال، وهذا السؤال بكون أمتى يا إخواني؟ أول ما تدفنوا. عشان هيك من السنن المنسية المهجورة عند الناس أنه تخلي حدا عند القبر يدعي للميت. بدنا نروح نسلم، بدنا ننزل على المسجد تحت نسلم على الناس. يا حبيبي، أمك وأبوك أولى، وأختك وأخوك ومرتك وابنك وبنتك أولى. أقل القليل يبقى 2-3 فقط وقت الدعاء، الآن هذا وقت السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال العلماء، أي عند سؤال الملكان. فتقول الملائكة: فافتحوا له قبره مد بصره. في فيلا مد البصر؟ في قصر في الدنيا ممكن تشتري مد البصر؟ ما في. قديش بتفتخر ببيتك؟ 200 متر؟
500 متر بيتك دلم قاعد بأرض دلم سيدي 10 دلم ادي 100 دلم وعندك بساتين بس في مد بصر القبر لسه ما حكيت عن قصر الجنة لسه ما فتنا على الجنة بعدنا بأول ليلة بعدنا بأول ليلة تحت التراب صاحب الإيمان أسأل الله يجعلني وياكم منهم مباشرة على القصر ولو كان عايش بخيمة ولو كان عايش بالأجار ولو كان عايش غرفة ب ب ب ب بيت بغرفة ولو كان عايش على الأرض يفترش الأرض ويلتحف السماء ولكنه خائف لله عز وجل هذا أول ما ينزل بينزل بقصر ما فيش عند كل أهل الدنيا منه واللي عايش بقصر من أهل الدنيا ولكن لا يعرف الله فكيف يكون حاله طبعا يا إخواني في الله عند أول النزول قبل سؤال الملاك فاتنا أن نقول عن الضمة عندنا واحد من الصحابة اسمه سعد بن معاذ سعد بن معاذ من كبار الصحابة من كبار أهل المدينة سعد رضي الله تعالى عنه عندما مات مباشرة اهتز عرش الرحمن لموته لأن سعد رضي الله عنه صاحب قيمة عظيمة عند وفاته عند دفنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن جنازته حضرها 70,000 ملك حتى في بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحرك أقدامه لكثرة الملائكة التي حضرت جنازة سعد بن معاذ ثم عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم إن في القبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ ولكن أيها الحبة في الله ما حال هذه الضمة؟ قال العلماء هذه الضمة هي كضمة الأم إن كان الولد صالحا مع أمه تضمه الأم ضمة الحنون ضمة محبة ورأفة ورحمة فيشعر بها وإن كان عاقا ضربته الأم وآذته وهكذا حال الأرض إن كان غاضبا لله جل جلاله مغضبا لله ضمته الأرض ضمة قال عليه الصلاة والسلام بعدما شبك بين أصابعه قال فرقت وضمت له أضلاعه هذه ضمت القبر وإن كان من أهل الإيمان نسأل الله يجعلني وياكم منهم تضمه ضمة الأم ضمة الحنون فهذا المؤمن تقول الملائكة أولا اجعلوا قبره روضة من رياض الجنة اثنين على مد البصر طيب بدنا نعفش نحط عفش ولا لا بيت بلا عفش بيمشي الحال فتقول الملائكة أفرشوه من الجنة الفرش من وين؟ من وين الفرش؟ من الجنة فرشك في القبر من الجنة فرش من الجنة على مد البصر تخيل أنت مع القبر خضار بجمال وفرش من الجنة ثم هو وهو جالس تفتح له طاقة اللي بس بيشوفه بالجنة غير كل اللي هو فيه كل نعيم الدنيا لا يساوي ذرة أمام نعيم القبر وكل نعيم القبر لا يساوي ذرة أمام نعيم الجنة فعندما يفتح الملائكة له الطاقة من الجنة ويأتيه من ريحها ومن مسكها وعنبرها ويرى قصورها وحورها وأنهارها وجمالها إيش يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أقم الساعة أريد أن أذهب إلى الجنة فتقول له الملائكة أيها العبد الصالح هذا ليس الآن طيب شو بتكون قال الآن أنت نم نومة العريس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه قال فينام ويوقف عندها الزمان والذي مات من هؤلاء الناس منذ ملايين السنين منذ آدم عليه السلام لا يشعر بكل الأيام والسنوات التي مرت بل عند قيام الساعة يشعر كأنه نام نومة العريس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه وفي المقابل عندما يقول كنت أقول كما يقول الناس فتقول الملائكة صدقت وبررت فعلا أنت هكذا فتقول الملائكة للقبر أن يضم فيضم قبره في بعض الروايات يكون مثل الشبر قبره شبر تختلف قال عليه الصلاة والسلام تختلف أضلاعه وهذا الشبر فيه له فرش كمان
قال صلى الله عليه وسلم: فأفرشوه من النار وافتحوا له طاقة من النار فيأتيه من لهيبها ومن حرها ومن سمومها ومن رائحتها، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة، أنا أبلام باللي أنا فيه، ولكن يا ربي لا تقم الساعة، لا تقم الساعة. فيمد له في قبره كأنه عاش في هذا العذاب آلاف السنين. ثم ربنا جل جلاله يوم القيامة عندما يأمر بالنفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله كان دائما يحذرنا، وكان دائما يعلمنا، وهذه من الأدعية المنسية في الصلاة. ما هو الدعاء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قبل السلام يعلمنا الاستعاذة من أربعة أمور، هذا كل صلاة، خمس صلوات بتصلي الفرض مع النوافل والسنن، عند التشهد الأخير قبل السلام من السنة أن تستعيذ بالله من أربعة أمور. من هذه الأمور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهذا في الحديث الصحيح، أن تتعوذ بالله من عذاب القبر. من الأمور التي تنجينا من عذاب القبر قال عليه الصلاة والسلام: سورة من 30 آية، سورة من 30 آية منعت صاحبها من عذاب القبر، هي سورة الملك، أن تقرأ في كل ليلة قبل النوم. ومر الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم على مقبرة، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما وقف على قبرين، قال: إنهما يعذبان. ثم قال: وما يعذبان في كبير. ثم سكت وقال: بلى إنه كبير. فالصحابة استغربوا، عم بخبر عن اثنين عم بيتعذبوا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وما أكثر هؤلاء، وتسمع أخبار عن أناس من أهل المساجد من أهل الدين، ولكنه لا يعرف يضبط لسانه. إذا ذهب إلى قوم قال: فلان قال عن كذا، وإذا ذهب إلى فلان قال: فلان قال عن كذا، الجماعة الفلانية، المسجد الفلاني، الشيخ الفلاني، الملتزم الفلاني، المرأة الفلانية، الرجال الفلاني، يمشي بين الناس في النميمة، هماز مشاء بنميم، نمام. من أعظم أسباب عذاب القبر النميمة، عدم ضبط اللسان، وإن كان مصلي وإن كان مصلي، وإن كان صائم وإن كان صائم، وإن كان حاج وإن كان معتمر وإن كان متصدق، إذا لا يطيع الله جل جلاله في لسانه فهذا ممن يعرض نفسه لعذاب القبر. والثاني قال عليه الصلاة والسلام: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال العلماء في تفسير هذا الحديث: إما كان لا يستبرئ من بوله، أي لا يتطهر، لا يطلب البراء من النجاسة، أي لا يتعلم أحكام النجاسة وأحكام الحلال والحرام وأحكام الطهارة وأحكام الوضوء، بتلاقيه عمره 40 و50 و60 و70 سنة وما زال لا يعرف كيف يستنجي أعزكم الله من النجاسة، لا يعرف كيف يستبرئ من بول. أو التفسير الآخر: كان لا يستتر من بوله، أي كان لا يستتر من كشف عورته أمام الناس. وأسباب عذاب القبر كثيرة أيها الأحبة في الله، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، ما يجب علي فعله وما يجب عليك فعله أيها الأخ الحبيب. لن نستطيع ولن تستطيع أن تحقق اليقين على عذاب القبر، وأن يكون القبر بين عينيك، وأن يكون الموت بين عينيك، إلا بأن تكثر من ذكره. ذكر الموت أيها الأحبة في الله مش سلبي كما يقول كثير من الناس، أنه يا شيخ إما من السلبي يحكونا شيء إيجابي، والله قمة الإيجابية الموت. تعرفوا ليه؟ لأنه اللي بتذكر الموت معاش يسرق، واللي بتذكر الموت معاش يغش، واللي بتذكر الموت معاش يكذب، واللي بتذكر الموت معاش يتقاعس للدنيا. الذي يذكر الموت تكون عنده همة للعمل،
الذي يتذكر الموت تكون عنده إرادة، الذي يتذكر الموت تكون عنده قوة في الطاعة، والذي ينسى الموت يصبح عنده كسل، يصبح عنده هم، يصبح عنده حزن. فتذكر الموت علاج لأمراض الدنيا وأمراض الدين. فانقلوا هذا وكرروا ذكره وانقلوه بين أهاليكم، وتحضروا لتلك الليلة التي أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن تكون هذه الليلة أسعد الليالي لنا بعد الدنيا، والتي يتبعها سعادة أبدية سرمدية خالدة بإذن الله جل جلاله. مستعدين إن شاء الله تعالى؟ الله يوفقنا وإياكم بذلك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.